الله يهلك اللي هبطها وكها، ما عندي منقول اخر. الله يهلك، الله يهلك اللي دخلها وهلك الشباب وهلك برشا عبيد. سورتو انا عندي راس اللي يستهلك فيه ليل مع نهار، يرضى مخدرات قبل ياغورت بنته. هكا يعني لهالدرجه؟ يرضى مخدرات قبل ياغورت بنته. شوف يديا ابار عينيا كنوريها لك، مخك يقف بها. مدي لي الفلوس باش نشري الدواء. راجلك يقول لك اعطيني الفلوس، اعطيني الفلوس باش نشري الدواء. فهمت؟ شوف لما ما نجمش نوريها عينيا انا. شوف حالتي معناتها هذي الكل، يا تخدمي يا تجيبي لي الفلوس باش نشري انا الدواء. هاو سطلة، هاو الحراب، باش هاو ما نعرفش شنو. وانا توا طالع على المنطقة باش نكمل نشكي. ما تعطيهش الفلوس يضربك. تعطيش الفلوس انا كلت ريحة ليلة مع ليلة. الله يهلك اللي دخل. يعني راجلك مدمن بال اي مدمن على الاخر، راجلي مدمن، مدمن على الاخر. الله يهلك اللي دخلها. شتت العائلة الله يهلك اللي سامحني، المواد المخدرة شتتت العائلة على الاخر، على الاخر. علاقتك براجلك كيفاش؟ والله يهلك اللي شد الكرسي. علاقتك مع راجلك على الاخر ما فما حتى علاقة. علاقته بيا بفلوس، اني نجيب له فلوس باش يستهلك كهو. منين تجيبيها انت الفلوس؟ منين كيما يجيبوا فيها انسان نجيبها انا. على خاطر كان ما جاتش معناها السلطة هي اللي توصل معناها في الحاجات هذيا، ما تلقاش انت شبابك معناها حتى الحاجة ماشية وتغلى عليه وهو مازال يتبع فيها معناها. وبطبيعتنا نحن كلنا كونتر المخدرات معناها، ما عمره ما قال لك اللي الزطلة تذهب العقل ولا جملة زاد الأقراص المخدرة اللي ما تذهبش العقل. لا جملة باهي، لا إله إلا محمد رسول الله. ما باش نقول لك الأقراص المخدرة أي صحيح عندكم الحق تذهب العقل هذيك ولازمها تتنحى من البلاد جملة، أما كيفاش باش تنحاها أنت من البلاد وكبير البلاد هو اللي دخل فيها معناتها. عباد تاخذت بالرسمي ولا الشعب الكل يتكيف الزات لها تو، كلها تتكيف، كلها كونتر الدولة. الدار تقول هذيك عليه نحن نعملوه. الشعب خويا تشوف سامحني تيقر الفقر اليوم يلزك على الزات لها؟ الفقر مش فقر، من ستريس بتاع البلاد، من خبابل والحكاية اللي قاعدة تصير. فهمتها؟ فهمتها؟ عباد قاعدة تكيف الزات لها من تيقرت بالرسمي معناتها. ما عندها ما يعمل كيف الزاتلة باش يروح ستريس كاو. لا انا بجيتي ما تكيفش معناها لا دخان لا زاتلة، اما معناها انا نقول للعباد الكل خويا سايب عليكم الزاتلة وسايب عليكم المخدرات. عكسه هو. كيفاش عكسه؟ الشعب هذاك ما تكيفش تنجمش تعيش معاه. تدي مع الاعصاب. تكيف بيع عطيها دقيقتين فهمتني قبل ما تخرج تبدا تضحك جوك به وزاهي، لا تدور بحد لا تظلم حد لا تدور بحد لا يدور بيك حد. تشجع على الزاتلة انت يعني؟ انا ما نشجعش على الزاتلة. اول حاجة الحكايات هذيا معناها الزطلة الغبرة والحرابش وبصفة عامة الشيخة أي حاجة تشيخ عليها في البلاد هذيا كما يقولوا فيها ماهوش مدخلها الشعب، زعما كان الشعب هو وحده وحده دخلها. فهمت؟ برا راوج على شكون يدخل فيها وماشي فيها كان الزوالي بطبيعته وهو ما يدخلوا كل شيء، دخل لك الحرابش والزطلة كل شيء والشعب بطبيعته متيقر فادت باش يتكيف سيجارو زاتلة باش ينسى باش يحاربش باش ينسى همومه وكل شيء. فهمتني؟ ومن بعد يشد الحبس وهما الكبارات اللي شادين البلاد هما اللي يدخلوا في كل شيء. هاك ترى انت معناها مع زعما الحدود شكون يدخل فيها في الزاتلة وشكون يدخل فيها في الشيء هذا وشكون فما مواطن عادي زعما انا وياك تو كان نمشيو الحدود نجموا ندخلوا ما في بينا معناها ما غير ما نزيد نفسروا اكثر من هكا بينا الحكي. يعني بارونات فساده كبيره قاعده تدخل فيها اليوم. اي مالها شكون؟ مالها شكون؟ هو ما يدخلوا في الممنوعات هذايا والشباب لهنا بطبيعته يحب هالحاجه هذيك على خاطر متيقر فادت يحب يتكيف سيجارو باش ينسى همومه باش يحربش باش يشيخ باش يعمل جو، من بعد يلقى روحه مسكينه مورط على الحكايات ماهوش عاملها هكاك. فهمت؟ جرة المخدرات وجرة الواحد هكوها البلاد. فهمتني؟ يا قاعدين يخزروا كان مصالحهم هما. فهمتني؟ كان فما زيادة يزيدوا لرواحهم، كان فما حاجة معناها مش يعملوها يعملوها لرواحهم والشعب برا موت. فهمت؟ معناها الشعب ماهوش رابح حتى شيء. ومن بعد يجي لهم معناها طفل صغير كيفاش يتكيف الزطلة. أول حاجة سبب الأول هو البطالة. مادام شباب يعني بطال ما عندوش خدمة بطبيعة باش يلجأ للزطلة والمخدرات والدروك. والسبب هذا هو الدولة أكبر سبب باش يخلي الشباب ينعزف للزطلة والمخدرات والكل. مادام بطالة
والدولة هي سبب الكبير خاطر ما وفرتش الشغل للشباب. الفقر والبطالة تساهم يعني في المخدرات هك؟ هي الفقر والبطالة هم اللي يساهموا في المخدرات. أول حاجة نشوف فيها حكيت مونتاليتي، اسكو أنت عبد باهي ولا أنت عبد خايب ولا، فمتى إذا أنت باش تتعاطى الدروغ وكل شيء فمتى والمونتاليتي بتاعك باهية باش تمشي جوك باهي في الدن، فمتى إذا أنت تكون مخك خايب على الآخر وتميل على الحكيت الخايب معناها ما عارفش كيف أفسر لك، بس باش تمشي في ديريكسيون خايبة على الآخر، فمتى الحكاية هذه كل تمشي أمور مونتاليتي ومبدأ، فهمت هذيك هو كسبستانس يعني ال THC والزطلة كيما الكول كيما كل يعني سبستانس مسموح به في البلاد، يعني الكول هاك تشوف بيران وبواتيات محلولة وما فماش يعني حاجة تختلف على الأخرى، جوست أنت وشكون اللي قاعد يتعاطى، لو كان عبد يعني كلوشار ومركة مشاكل وكل باس باش يتكيف باش يعمل مشاكل وباش يولي فما قانون وفما حبس وفما كل شيء، أما كان عبد معناتها كول وسمبا يتكيف على روحه ويقعد على روحه كيما الكول بالضبط يعني كيما اللازات لا كيما الكول كيف اكزاكتومون الاقراص المخدره وغير الاقراص المخدره كيك حكايه كيما المونتاليتي كيما قلت لك معناها فهمت شنو لازم اليوم بالشبابنا يبطلوا خويا كثروا لنا مسال دو سبور خويا نترينيو فيها وكثروا معناها سيبونا الحركه خلينا نحرقوا تو العبيد تكف على كل شيء معناها كان تسيبوا اثنين تو العبيد خويا تبطل لا تكيف لا تعمل شيء خلي لعبه تخدم خويا البلاد داخله في حياتك يعني صد سبور وغيرها من صد سبور خويا بالنسبه لي انا تخلوا الشباب يبعد على الزطله ويبعد طبيعه طبيعه الشباب اللي يترينا بالله يرقى روحه كل يوم قاعد يتكيف في جون طري في اثنين وتعب فيه في صحته والدخان طيولي خويا يمشي يترين على روحه خويا يبطل الزطله ويبطل الدخان ورخصونا صد سبور فهمتي ب 100000 وليت خويا تو ما عادش نجموا حتى نترينيو درجين فيه سيبوا عليكم الزطله يا دي زطله شنو قاعده تفرح فيكم تو تفرحك درجه توفى الشيخه تولي فهمتي تحب تكسر داركم تحب تمشي تبراكي باش تجيب الزطله مالك كيفاش باش تجيبها الزطله فسر لي بالله يا انا ما نحبش نتكيفها وما عينيش باش نتكيفها وما تعجبنيش الزطله خويا بالرسمي ما نعرفش اسمه يعمل اي طريقه باش يجيبوا فلوس الزطله ويجيبوا فلوس الاقراص المخدره وغيرها اي طريقه مهما كانت يبراكي فك فلوس دار وماكا بدي ما نقولش هكا ما ذي اللي صاير معناها ذي اللي صاير في البلاد خويا بالنسبه لي انا كي ما تخدمش برسمك وماكش تعمل في شيء منين تجيب فيها الزطله بالفلوس الزطله منين تجيب برسم لحام انت في الخفية ما هو الزطله خويا تمشي انت بالرسمي نمشي تجيبها تمشي تبراكي تفك خويا باش تجيب الزطله انا بالنسبه لي انا خويا كيك مخي كيك عاتيني خويا انت عاتيك مخ انا راه واحد كيف الزطله ما نشجعوش نقول له سايبها انتشار المخدرات والهروين والاقراص المخدره بانواعها وغيرها مش باش يزيد التين بله مش يزيد يعني يصعب الوضع اكثر نعرفوا ان معدل الجريمه ارتفع بركاجات غيرها يزيد نورمالمون يزيد خويا نورمال الدوله زاد لازم تتحمل مسؤوليتها في الموضوع هذا راه موضوع طويل ياسر هو اما الدوله هي الكل كان مش الدوله ما تدخلش المخدرات يعني اليوم كيفاش كان مش الدوله تدخل فيها؟ الحكومه يحموا الحدود من مش تدخل المخدرات احنا عندنا كوكايين ما عندناش كوكايين توسكي مخدرات ما تحكي مخدرات الكل قاعدين يسهلوا في ادخالها لتونس مش قاعدين يسهلوا مي كان جاي فما وسائل ولا حاجه باش يقمعوا المهربين الكبار ما توصلش تدخل للناس الصغار اللي باش تكونسومي معني يعني الزطله والمواد المخدره ما ساهموش يعني في ارتفاع معدل الجريمه لا حرابس هذيك الاكوانين حكيت هذيا نتاعك بالعكس كيف السيجار وتكلميك ومريقل معناتها الشبابنا يقاطع الاشياء هذه شنو لازم ولا حاجه صعيبه تعتبر شيء قاطع يبطل الزطله ويمنع المواد المخدره هذه خي هما جابونا الزطله باش نتكيفوا الزطله يدونا بهايم جابونا فيسبوك فيسبوك وزطله وبنروح نخلينا نحنا فهمتها خي غابة قبل كانت فما الزطله لهنا تسميش هاو كي يجيبوك الزطله يعني وفيسبوك يدخل بي مرد الشعب بي يعني خلينا نلهيو الشعب ندخلو لهم الزطله نخدروهم يتلهيو يعني في رواحهم وينسوا شؤوننا ينسوا شؤون الدوله يدخلوا ينسوا حقوق ينسى كل شيء الزطله وفيسبوك معل يشموا فيها وتخلوا ما تخليش اليوم شبابنا فريسه سهله يعني تقول له يعني اجى تكيف يجي يتكيف تمد له ياخو ولا كيف؟ بيان سور الشباب ولا هو يفركس على الحاجه هذه معناها من غير ما تقول له معناها والشباب فارسه سهله عنده برشا وفي باله بروحه وفي باله بها الحكايه هذه معناها
دونك معناها الدولة تصلح من راحة بالشباب يلقى ما يصلح من راحة. دولة تصلح معناها تنظم شبابها تسيب خدم للعبيد كل شيء الحمد لله يا ربي نخدم معناها مش بطال قلت لك تسيب خدم للعبيد تتنظم الدنيا معناها وتتريقل معناها تنقص الجريمة اللي قاعدين نشوفوا فيها كل يوم باتاتي باتاتا هذاك الكل ينقص راه. اي سهلة برشا. كيفاش؟ البنات وأولاد زاد وبنات أكثر من الأولاد. حتى البنات تتعاطى. يتعاطوا البنات. جينيراسيون ورا جينيراسيون قاعدة تخمش. فقر يرحم والديك شبيك يا ولد فقر يلزك الفقر يلزك مالاش نتي بالله سامحني لاحظ تو انت واحد باش يخرج مثلا باش يلقى روحه فرانك لي دورو لي قالك فادد على الاخ فهمت وما عنده ما يعمل دارهم يعلم بهم كان ربي شفت هو كي يتكيف هك سيجارو ينسى الفقر وينسى ينسى العالم هذا الكل ينسيه ويبدا الشيخ عامل جو باش يتلزي ولي يتكيف الزطل وكي باش يحاربش باش يعمل جو كيف كيف باش يتلزي ولي حاربش فهمتني هذاك علاش معناها متهمش فهمتني كان جيت العبيد على الاقل كي واحد مثلا الدوله هذايا واحد يبطل مثلا من القرايه ولا يخرج كي شوي ولا موضوع جيت للدوله هذايا تاثر جت الدولة هذية تأثر معناها في الشباب وتشوف لهم حل تعلمهم صنعة مثلا ما نعرفش أنا تشوف لهم مواضيع ما تخليهمش ما طايشهمش فهمت راوي نجم على الأقل طفل صغير ينجم يعمل حاجة فهمت